تغنيت وسأل الله تهدى الهبايا لو هي عندي الله ينورك الناس بعد كل يا جماعة أول استفتاح إن شاء الله نهار أبيض تبعي شيء ليش واحدة عالمي كم معنا يا جماعة خش خش بمخ يا ابوي ماشي الله اتلوحت داري بقى شيء قدام خليكم معنا يا جماعة الله ينور بسنو القطة عايزة تاخدها على الجاهز ده القطة تانية خد زي ما انا خديتها وطارت الله ينور عايزين اصطاد ليها ولا ايه؟ يا جماعة لو عجبكم الضربة دي يا ريت تعملوا لايك شاركوا طبعا اليمامة عشان الدم وكده طبعا الفل الله ينور عليك ابو هيك انا كنت بصور وحدي هو بيضرب اللي جنبي الله ينور عليك يا بطل بسم الله ما شاء الله الله ينور يا حبيبي ضربتها يا جماعه مسافه ضرب ارضيه حلوه ضربتها من مسافه بعيد ضرب كالكو يا جماعه الله ينور يا ابو هيك معلش يا جماعه بس تعرفوا شويه كنت بعصب الساعه لما قفلت فرتكتيه حلاوتك كده انا انوركم كل جديد ان شاء الله الله ينور يا ابو هيك صباح العسل حاول ان شاء الله نمتعكم صيد النهارده يا جماعه بسم الله ما شاء الله لو عجبكم الضربه دي اشتركوا لنا في القناه وتفعلوا لنا الجرس واللايك الله ينور عليك الله ينور عليك تابعوا معانا ان شاء الله لاخر لاخر الفيديو عم نتحكوا باذن الله ماشي الله ينور ما كملتش ليه بقى اتعلقت دمك
بس صح يبان عليه. هيا يا جماعة وقعت اهي، كانت متعلقة فوق. هيا يا جماعة خليكوا معانا. الله ينور. الله ينور الله ينور. ضربة مية مية، ضربة مقفولة يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، خليكم معانا. احلى ابو هيك صباح الفل. القناص يا جماعه بتقلك اليمامي. يا سلام. الله ينور عليك، خليكم معانا. الله ينور عليك. اجري الحقها بسرعة. لسه صاحي اهي. ماشي يلا. الله ينور عليك. يلا ماشي. الله جبان. لا لا حلق بس عندك. الله ما حطلش منطقة التانية، ودي الضربة اللي بعدها على طول. الله ينور عليك. الله حدد مكان اهي، اضربها كمان طرب. وقعت اهي. هنلف نجيب. الله ينور عليه. التليفون عم يزق. لكم عين. طبعا الفل ابو ارجع بسرعة بسرعة. يلا يا غالي. الله ينور. لا ده هي في البر التاني يا حاج. خش خش يا خالي على مهل. هاي خش بقى عليا كده، دماغها فوق بره هي مش في الميه. خالي بن... نضرة يا جماعة من احتفالنا الجو خالص. صباح العسل.
الله وقعت قدامه. الله بين اثنين يا جماعة. الله ينور عليك ابو هيك. الاكل طلع من حسنته. خليكم معي تبع الفل يا ريس. عايز يضحكني وخلاص. ايه الحركه اللي انت بتعملها يعني؟ ده عايز تضحك عليا يعني ولا؟ حلاوتك يا ابويا. في المقطوره. اشتركوا في القناة وفعلوا النجارة.